عضو المكتب السياسي في حركة حماس والقيادي البارز في حركة حماس السيد محمود الزهار، مرحبا بك في قناة يورو نيوز. أهلا وسهلا. ما الذي يعيق حاليا تحقيق المصالحة الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في أكثر من عامل، ولكن سأوجز في نقطتين. الأولى تتعلق بالشأن الفلسطيني في الضفة الغربية. من اللحظات الأولى قبل 4 سنوات طالبنا بأن تطلق الحريات في الضفة وغزة والقدس طبعا، حتى يتم إعطاء فرصة لمن يريد أن ينتخب أو ينتخب. للأسف الشديد لم يتم ذلك في الضفة الغربية. الاعتقالات اعتقالات، الحواجز الإسرائيلية، التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية في رام الله وإسرائيل. النقطة الثانية متعلقة بالجانب بالاحتلال. نحن لا نستطيع أن نجري انتخابات بدون القدس. نحن لا نستطيع أن نجري انتخابات، ولا يمكن أن نجري انتخابات بدون أن تكون هناك فيها حرية ضمان الحملة الانتخابية والنزاهة. لكن في المقابل السلطة الفلسطينية في رام الله تتهم حركة حماس في المقابل بعدم السماح بإجراء للجنة الانتخابات بالقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها، هذا ما يقال. الحقيقة أن القضية كما قلت لك هذه قضية إجرائية، أما أنا أتكلم عن صلب السياسة، قضية إجرائية. يوم أن توفر هذه الأشياء غدا تصبح حرية اللجنة الانتخابية أو اللجنة المركزية للانتخابات، وبالتالي اختصار القضية في نشاط اللجنة الانتخابية المركزية هو محاولة لاتهام حماس، اتهام غير صحيح. لماذا رفضتم اتفاق الدوحة الأخير؟ حماس في الداخل كان لها تحفظات كثيرة على اتفاق الدوحة، بالرغم من موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على هذا الاتفاق، فلماذا رفضتم هذا الاتفاق؟ أولا، الاتفاق الذي تم في القاهرة على مدار 4 سنوات هو أن تتشكل حكومة وحدة وطنية لا فيها أحد من حماس ولا فيها أحد من فتح ولا من فصائل فلسطينية. هذا النقطة الأولى. هذا الأمر غير متوفر في الدوحة. الاتفاق كان حكومة محايدة تجري انتخابات حرة ونزيهة. إذا وللأسف الشديد كانت هناك ضغوط أمريكية وضغوط إسرائيلية على عدم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكانوا يريدوا حكومة تقبل بشروط الرباعية. شروط الرباعية غير مقبولة على حماس ولا يمكن أن تقبل بها، لأنه فيها إجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني. معنى ذلك اتفاق الدوحة كانت فيه بعض النواقص التي لا يمكن أن تضمن نزاهة الانتخابات. أبو مازن خصم في انتخابي لا يمكن أن يكون مسؤولا عن هذا الموضوع. إذن هل نعتبر اتفاق الدوحة هو اتفاق لاغي لدى حركة حماس؟ لا، نحن لم نلغي أي اتفاق، لم نلغي أي اتفاق. اتفاق الدوحة اتفاق يجب أن يكون مكمل لاتفاق القاهرة. لماذا رفضتم أن يكون محمود عباس رئيسا لتلك الحكومة الانتقالية؟ ما أنا أجبتك الحقيقة، نحن تجاوزنا هذا الموضوع، ولكن نحن نريد انتخابات حرة ونزيهة. عندما يكون أبو مازن هو المسؤول عن التعاون الأمني، هو المسؤول عن إجراء الانتخابات، هو المسؤول عن الاعتقالات اللي بتتم، هو المسؤول عن مصادرة أموال الحركة، عندما يكون تضييق للحريات كيف يمكن أن تضمن نتائج انتخابات؟ ولذلك تم وضع شروط لتحصين هذا الاتفاق، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات. هل هناك خلاف في وجهات النظر ما بين قيادات حماس في داخل قطاع غزة وقيادات حماس في الخارج؟ من يقول لك أن حماس مصنوعة على كوب واحد فهو مخطئ. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في اختلافات في وجهات النظر، لكن هذا لا يعني أن وجهات النظر تتحول إلى أحزاب. بعد اتفاق الدوحة ظهر على السطح خلاف ما بين قيادات حماس في غزة وقيادات حماس في الخارج، وصرحتم بأن السيد خالد مشعل عندما وقع هذا الاتفاق في الدوحة لم يقم باستشارة كامل المؤسسة. هذا كما قلت لك، هذا الموضوع لا نريد أن ندخل فيه، لأنه لن الآن على أرض الواقع
لن يكون له أي تأثيرات. تمت تجاوز هذه المرحلة ووصلنا إلى تحصين الاتفاق، كيف يمكن أن نطبقه؟ هذا الذي يجب أن نتحدث فيه إن شاء الله. نعم، هل توافقون على فكرة المقاومة الشعبية أم الكفاح المسلح؟ لا تناقض بين الاثنتين، وبالتالي محاولة تصوير الأمن، تصوير الأمر بأن هناك اتفاق بين برنامجين، برنامج حماس المقاوم بكل أشكال هذا الفهم، وبين برنامج أبو مازن والتفاوضي وفقط، التفاوضي وفقط والذي لا يشارك فيه الشعب، هو محاولة خاطئة. نحن لسنا برنامج أبو مازن، ولا برنامج أبو مازن برنامجنا، حتى وإن قال هذه مقاومة سلمية أو مقاومة شعبية، فمفهومنا للمقاومة السلمية والمقاومة الشعبية مفهوم مختلف عن مفهوم أبو مازن، وبرنامجنا مختلفة، برامج مختلفة تماما، ورؤيتنا مختلفة مع رؤية أبو مازن وفتح عموما. لكن خلال السنوات القليلة الماضية لم نشهد عمليات عسكرية من قبل حركة حماس ضد إسرائيل، وهناك أيضا بعض الفصائل تتهم حركة حماس بأنها أحيانا تمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل. الذي يقول ذلك هو فتح، لأن فتح تريد أن تعطي انطباع بأن كل الخطوات التي اتخذتها فتح حماس بتتبعها، ولذلك تقول لك أن حماس تتفق معها في حدود 67، وهذا غير صحيح. يقول لك أن حماس على المقاومة السلمية، وهذا غير صحيح وشرحتها. يقول لك أن حماس تمنع الناس لأنه كانت فتح تمنع المقاومة التي تقوم بها. نحن اتفقنا مع العدو الإسرائيلي على تهدئة مشروطة في 2008، من بدايتها اتفقنا عبر المصريين على 6 أشهر تهدئة بحيث يتم كسر الحصار جزئيا، واستمرت هذه القضية لمدة سنة. بعد ذلك جاء الاحتلال في نهاية هذه التهدئة بالحرب التي عليها وقاومنا فيها. محاولة تشويه صورة حماس وكأنها نسخة مكررة من فتح، هذه محاولة فتحوية ومحاولة إسرائيلية ومحاولة من بعض الجهات الغربية التي لها علاقة بالأمن لتشويه صورة حماس والأخذ من مصداقيتها وتآكل موقف العالم العربي والإسلامي الإيجابي منها. هل تقبلون بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا بند من أحد البنود التي اتفقنا عليها في القاهرة، ندخل منظمة التحرير ببرنامجنا. هل تعتبر علاقة حماس مع إيران هي علاقة مرحلة تكتيكية أم علاقة استراتيجية؟ وبالتالي رؤيتنا رؤية كونية، رؤية تاريخية ورؤية دينية ورؤية أيضا سياسية. أنت تستطيع أن تتخيل إذا أزيلت كل الخلافات حول الحدود وحول السدود وحول المياه وحول البترول وحول القوميات وكل وسائل النزاع في العالم العربي والإسلامي ستتلاشى، وبالتالي نبدأ مرحلة نهضة كبرى في مشروع حضاري كبير كل مكونات الأمة بما فيه القومية الفارسية جزء منه. هل تتلقون دعما ماليا عسكريا من إيران؟ نحن نتلقى كل أشكال الدعم من الأمة العربية والإسلامية بكاملها، كل من يريد أن يعطينا بنأخذ. نحن جهة ضعيفة والعدو الإسرائيلي قوة نووية، إن حقنا أن نتقوى بكل الوسائل، لكن محاولة تصوير أن إيران تعطينا أسلحة لنكون جزء من تحالفها هذا كلام غير صحيح. نحن نتقوى بكل وسائل الذاتية وغيرها من الأمة العربية والإسلامية، وإذا الغرب مستعد يعطينا كل وسائل الدفاع عن أنفسنا مستعدين نقوم بذلك. أما أن تحظى إسرائيل بكل هذه الدعم الغربي والسياسي والمالي والتكنولوجي والطائرات F-16 وما هو أكثر من ذلك، ويحرم على الشعب الفلسطيني أن يأخذ شيء ويعتبر ذلك إرهاب، فهذا ظلم، وهذا هو الموقف المخزي في العالم الغربي وخصوصا في الموقف الأوروبي، الموقف المنافق الذي لا يعتمد الحقائق ولا يرضى بتجريح إسرائيل ولا بإجرام إسرائيل، ولا يريد أن يتخذ خطوات ضدها خوفا على مصالحهم الانتخابية ومصالحهم المالية. في حال تعرض إيران لهجمة عسكرية
من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، ما موقف حركة حماس حينذاك؟ نحن ضد أي عدوان على أي دولة عربية وضد إسلامية، ولكن إيران دولة قوية وتستطيع أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل. كل الوسائل عند إيران تستطيع أن تحافظ بها على نفسها، ولو كانت إيران سهلة الضرب ما تردد الكيان الإسرائيلي في ضربها. في حال ضرب إيران هل تلتزمون الصمت أم ستتخذون خطوات عسكرية معينة؟ هذه الأسئلة الافتراضية أنا لا أجيب عليها. إذن هل تستبعد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران؟ نحن لا نطمئن إلى العدو الإسرائيلي، ولكن أعتقد أن هذا سيكلف المشروع الغربي في المنطقة كثيرا. بالنسبة إلى ما يحدث الآن في سوريا، هل تؤيدون النظام السوري أم تؤيدون الثورة السورية المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد وإنهاء نظامه في سوريا؟ نحن لسنا قوة إقليمية مؤثرة تقف مع هذا أو تقف مع ذلك. نحن نريد سوريا قوية بكل مكوناتها، سوريا قوية تستطيع أن تقاوم الاحتلال وليس مشروع متعاون مع إسرائيل. نريد أن لسوريا أن تحل إشكالياتها من داخلها وليس بالتدخلات الغربية. لكن السيد إسماعيل هنية قبل أسابيع وفي خطابه في القاهرة أيد بصراحة الثورة السورية، وهذا كان تحول استراتيجي في موقف حركة حماس. دعني أصحح هذا الموضوع، هو قال نحن مع مطالب الشعب السوري، وأصلا الحكومة السورية تقول أنها على استعداد أن تعطي الشعب السوري مطالبه. إذن هل ما زلتم تدعمون النظام السوري؟ يعني أجبتك على هذا الموضوع 3-4 مرات وأنت مصمم أنك أنت تحصل أن على النظام النظام كنظام، أنت تريد أن تحصل. هل ما زالت العلاقة متينة مع النظام السوري؟ هل ما زال يوجد هناك تحالف ما بين حركة حماس والنظام السوري؟ أنا أعتقد أن أنا أجبتك على هذا السؤال إجابة واضحة، إجابة واضحة. نعم. إذن لماذا خرجتم من سوريا منذ بدء الثورة السورية؟ قرار الخروج كان قرارا فرديا. الخروج من سوريا لم يكن هروبا، لأنه لم يحد يطلب أحد منا أن نخرج، ولم يكن أحد منا يطلب أن نبقى. هذا ليس خروجا له معنى سياسي. إذن هناك تحركات رأيناها في الآونة الأخيرة أن الأردن سمحت للسيد خالد مشعل ولبعض القيادات بالعودة إلى الأردن، وهناك أيضا حديث يدور عن إمكانية فتح مكاتب ومقرات لحماس على أساس أن تستقر في الأردن بدلا من سوريا. ليس عندي معلومات في هذا الموضوع. كيف ترى عدم تحرك الإخوان المسلمين في مصر تجاه العدوان الأخير على قطاع غزة؟ لم يكن هناك ردة فعل قوية من قبل الإخوان المسلمون الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة. يعني الناس تريد أن تظلم الإخوان المسلمين أكثر مما هم مظلومين. ما هي السلطة التي تسلمها الإخوان المسلمون في مصر؟ سلطة تشريعية. هل السلطة التشريعية هي سلطة تنفيذية؟ هل هي حكومة؟ هل لها وصاية على الجيش؟ هل لها وصاية على حكومة تشكلت من المجلس العسكري؟ ما المطلوب؟ ما هو المطلوب الآن من الإخوان المسلمين الذين فازوا في المجلس التشريعي وفي مجلس الشورى، وهو جهة شورية مهمتها الرقابة والتشريع؟ بصعود الحركات الإسلامية في بعض الدول العربية وبصعود التيار الإسلامي، هل نتوقع أن تتحول حركة حماس تدريجيا وتندمج في العملية السياسية وتتخلى عن العمل العسكري نوعا ما؟ لماذا تطلب من حماس أن تكون شاذة؟ أي دولة في الكون لها شأن سياسي وبتلعب فيه، وشأن أمني وبتلعب فيه، واقتصادي وبتلعب فيه، وثقافي وبتلعب فيه، وعسكري وبتلعب فيه. حماس كسلطة موجودة الآن جاءت بالانتخابات، لماذا نتضعون إما أن السياسة وإما العسكر؟ كل المجالات التي هي من حق الشعوب نحن نمارسها الآن، ولذلك نمارس السياسة والاقتصاد ونمارس الحكم ونمارس الثقافة ونمارس الأدب والفن، كما نمارس الدفاع عن النفس بالسلاح.
ليست قضية شاذة. إذا في دولة أوروبية تقول أنا متخلية عن السلاح أو متخلية عن السياسة لصالح السلاح، يعني نحن لن نكون مثلها. كيف تنظرون إلى سياسة الاتحاد الأوروبي إلى ما يحدث في قطاع غزة، باعتبار أن حركة حماس هي الحركة التي تحكم وتسيطر على قطاع غزة؟ أولا دعني أصحح، الحركة جاءت لا لتسيطر بل لتحكم بنتائج الانتخابات، ولأن المشروع الغربي لا يريد للمشروع الإسلامي أن ينمو، فيوصف هذا الوجود الديمقراطي بأنه سيطرة. نحن يجب أن نحكم في غزة، ويجب أن نحكم في الضفة، ويجب أن نحكم في القدس، وهذه نتائج الانتخابات. ولكن الموقف الغربي المنافق مرة أخرى ضد العالم الإسلامي والتيارات الإسلامية فيه وبخاصة حماس، لا يقبل بنتائج الانتخابات الحرة النزيهة التي شهد بها العالم. هذه نقطة. الموقف الغربي أريد أن أسأله مجموعة من الأسئلة وأنا متأكد أنه يعرف الإجابة، ولكنه لا يجرؤ أن يجيب على سؤال واحد منها. السؤال الأول: ما هي طبيعة الأرض التي مسمى اليوم إسرائيل قبل عام 48؟ هل هي كانت أرض يهودية؟ هل هي كانت أرض إسرائيلية؟ أم كانت أرض فلسطينية عربية إسلامية؟ سؤال جاوبون عليه. اثنين: عودة اليهود قبل بعد 3000 سنة إلى هذه المنطقة ليقيموا دولة لأن أجدادهم كانوا هنا، هل يقبل الغرب بما يسمى بحق العودة؟ هل يقبل تطبيق سياسة حق العودة في الغرب؟ إذا دعونا نعود إلى أسبانيا مرة أخرى، لأن احنا تركناها سنة 1492، ودعوا بريطانيا تعيد احتلالها للهند وللدول العربية وللدول الإسلامية، ودعوا فرنسا تعود لتحتل سوريا ولبنان والجزائر. ما الذي يحكم هذه السياسات فقط لصالح هذه اليهود؟ نقطة السؤال الثالث: ما هي طبيعة العلاقة بين الشعب الفلسطيني وبين يسمى الآن بالشعب الإسرائيلي؟ هل هي علاقة أصحاب أرض أما أنها علاقة احتلال بشعب محتل؟ السؤال الرابع: ما هي، هل الاحتلال شيء مشروع؟ وأنا أسأل هذا للغرب، هل الاحتلال مشروع؟ طيب إذا كان الاحتلال غير مشروع، فهل مقاومة الاحتلال بكل الوسائل مشروعة أم غير مشروعة؟ ولذلك السؤال، أنا أعرف الإجابة. لو سألت الفرنسويين ما رأيكم في الاحتلال سيقول لك لا، الاحتلال غير مشروع. بس إذا كان الاحتلال للنازيين لألمانيا في الحرب العالمية الثانية هذا غير مشروع، ومقاومته بواسطة السيد ديغول هي عبارة عن محاربين من أجل الحرية، لكن إذا كان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين فهذا مسكوت عنه، لأن الموقف هو موقف نفاق في الحقيقة. ولذلك مجموعة من الأسئلة أسألهم: ما هو الفرق بين المحارب من أجل الحرية وبين الإرهاب؟ ممكن تعطونا تعريف ثابت دولي لموضوع الإرهاب؟ طب إذا فشلت كل وسائل المقاومة السلمية في طرد الاحتلال، ألا يجوز استخدام السلاح في هذا الموضوع؟ من الغرب يتخلى عن السلاح طواعية إذا كان هناك عليه اعتداء؟ أنا أقول لك أسئلة لا حصر لها، ولن تجد إجابة واحدة من أي مسؤول أوروبي ولا غربي عليها، لأنها ستكلف في موسم الانتخابات أن يفقد الانتخابات بسبب النفوذ الإسرائيلي والأموال الصهيونية. إذن ما الذي تتوقعه حركة حماس بعد حدوث الثورات في مصر وما يحدث الآن في سوريا وما حدث في ليبيا وتونس؟ في البلاد التي حسمت أمرها من المتوقع وليس من المتأمل، لا، من المتوقع والذي يمكن أن يكون من المؤكد، أن السياسة في هذه البلاد لن تكون كسياسة الأنظمة التي سقطت. الذين فرضوا علينا الحصار ستتغير مصر وغيرها، ستتغير الصورة. الذين كانوا لا يقدمون لنا مساعدات سيستجيبوا لضغط الشارع. أن حماس كحركة إسلامية بتشهد نفس الحركات بنفس التوجهات وبنفس المعتقدات والمرتكزات هي التي تكسب مواقع جديدة في مصر، في ليبيا، في تونس، في المغرب، وأيضا في اليمن، الأمور التي حسمت. وبالتالي أي قائد سيأتي عن طريق الديمقراطية، وهذا هو المتوقع،
سيعبر عن رأي الشارع، وبالتالي سيكون موقفه من حماس موقف التأييد، موقف النصرة، موقف المساعدة، رفض الاحتلال، رفض الاعتداء على الأراضي الفلسطينية وليس على حماس فقط. وبالتالي أنا أعتقد أن المستقبل القريب هو لصالح حركة حماس، وهو ضد الاحتلال الإسرائيلي، هو لصالح إبراز البعد الحقيقي وإضاءة الزوايا المعتمة في الغرب، في نظر الغرب حول حركة جهادية، حركة ثورية، حركة محاربين من أجل الحرية. الدكتور محمود الزهار، القيادي البارز في حركة حماس وعضو المكتب السياسي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.